تعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية هدف أطلقت من أجله مبادرة الموازنة التشاركية في العديد من محافظات الجمهورية ومنها محافظة الفيوم، والذي يهدف إلى تبسيط مفاهيم الموازنة والتعرف على مقترحات المواطنين عند إعداد مشروع الموازنة على المستوى المحلي. بنسعى بكل جهدنا مش بس للانفاق الحكومي، لكن كمان بنجيب من كل شركاء النجاح او منظمات المجتمع المدني ايد في ايد ان احنا نوصل لكل الاهداف التنمويه، وبنعلم الشباب من خلال التدريبات ده اللي هيتم ان شاء الله في الفيوم كل ما هو ليه دعوه بكل الموضوعات ديت، بحيث انه بمنتهى البساطه يكون عندنا هيكل تنفيذي معاون لمحافظ الفيوم، طبعا ان شاء الله كل المحافظات، من شباب من المتطوعين اتعلموا يعني ايه موازنه، اتعلموا يعني ايه توطين الاهداف التنمويه بشكل محلي، اتعلموا ازاي يكون قادة مجتمعيين، اتعلموا ازاي يكون حلقة وصل ما بين سيادة المحافظ والمواطنين، اتعلموا ازاي يعملوا جلسات استماع جماهيري. كما تتضمن مبادرة الموازنة التشاركية إلى إشراك الشباب في تنفيذ المبادرة من خلال ترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس في العمل العام والاقتصادي ليكونوا سفراء للتوعية بالموازنة. احنا استفادتنا ان احنا كنا بنحاول ان احنا نوصل للشباب، كنا بنحاول نعرفهم ان هم ممكن يتطوعوا بوقتهم مش بس بالفلوس، وفي نفس الوقت ده بيأثر في اهداف التنمية المستدامة، ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي وزارة المالية والوحدة الشفافية بيحاولوا يعملوها. احنا كان هدفنا الاساسي ان المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده هو المستقبل لينا، فاحنا لازم كشباب دورنا ان احنا نشجعهم ان هم يأدوا دورهم وواجبهم ناحية وطنهم لأكمل وجه علشان نحسن منه، علشان دي حاجة تخصنا ودي حاجة تهمنا. فطبعا الخدمة المجتمعية هتفرق كتير قوي معاهم، فكان لازم نعمل ده علشان نشجعهم اكتر. ان الواحد لازم يتطوع بوقته، لازم يبذل مجهود اكتر في المجتمع بتاعه، ان الشباب محتاجين هم ينزلوا يحسوا بالمسؤولية المجتمعية اكتر، ان هم يحسنوا من بلدهم وان هم يحسوا بالوطنية اكتر ومسؤولية المجتمع. من حقك تعرف، من حقك تفهم، من حقك تشارك، ومن حقنا عليك نطور المنظومة كلها. هذا هو الشعار الذي رفعته وزارة المالية عند إطلاق الموازنة التشاركية بمحافظة الفيوم. لمياء موافي، التلفزيون المصري.